بنشهد استقرار تام في الأحوال الجوية على كافة مناطق الجمهورية، حتى درجات الحرارة اليوم وغدا هتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل درجتين تقريبا. ده بالنسبة للقاهرة الكبرى، سجلت القاهرة الكبرى اليوم درجات حرارة 25 درجة مئوية، وغدا المتوقع أنها تسجل 24 درجة مئوية. يصل الارتفاع ده على جنوب الصعيد إلى 30 درجة مئوية مع أجواء مشمسة في ساعات النهار. الاستقرار طبعا سببه هو وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا اللي يمنع تشكل السحب اغلب ساعات النهار، وبالتالي اجواء مشمسه بتساعد على حاله من الدفء والطقس بيكون معتدل بشكل كبير. ايضا خلال ساعات الليل درجات الحراره بتكون في حدود ال 15 الى 16 درجه مئويه، ده بالنسبه للقاهره الكبرى والسواحل الشماليه. لكن من يوم الثلاث من يوم الاثنين القادم ان شاء الله متوقع عوده تدريجيه مره اخرى لدرجات الحراره حول معدلاتها الطبيعيه، وهتكون العظمى على القاهره ما بين ال 20 الى 21 درجه مئويه، وهتصل ايضا على السواحل الشماليه في حدود ال 20 درجه مئويه. مع هذا الاستقرار في الاحوال الجويه بتكون الظاهره الرئيسيه هي تكون الشبوره المائيه خلال ساعات الصباح الباكر. يمكن خلال هذه الفتره بنلاحظ الشبوره المائيه خلال ساعات الصباح الباكر على العديد من مناطق الجمهوريه، بالفعل مستمره معنا حتى نهايه الاسبوع الحالي على الاقل. غدا تحديدا من الوارد ان تكون كثيفه احيانا وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الموجوده في نطاق السواحل الشماليه ومحافظات من الدلتا ومدن القناه وايضا مناطق من وسط سيناء، وفرص الامطار بتتلاشى تماما فيما عدا فرص امطار خفيفه بتكون على مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه، بتكون خفيفه غير مؤثره تماما وبتكون على فترات متقطعه. تمام دكتور محمود، يعني خلينا برضو عشان انا عارف طبعا اهتمام الهيئه ودايما اول باول بصراحه ما بتاخروش علينا في اي توضيحات. اليومين دول طبعا ادوار البرد والصبح نبقى حرانين ومتقلين فنخفف فالجو يسقع، يعني امتى هيبقى الجو على وتيره واحده كده فالناس تبقى عارفه ان اللي انا لابسه نازل بيه من البيت الصبح مش هخففه او مش هتقله؟ هل مع بدايه فصل الشتاء ولا لسه قدامنا برضو شويه تقلبات ما بين الحر والبرد اللي بنشهده خلال نفس اليوم؟ فصل الشتاء معروف انها بتكون خلال يناير وفبراير، دي ذروه فصل الشتاء بيكون انخفاض تام في درجات الحراره سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل. خلينا نقول اللي احنا بنشهده خلال هذه الايام هو درجات حراره اعلى من المعدلات الطبيعيه. المعدلات الطبيعيه المفروض تكون اقل من كده، لكن احنا بنشهد في فرق او في ارتفاع عن المعدلات الطبيعيه. الفرق ما بين درجات الحرارة العظمى والصغرى اللي بنشهده الفترة دي بيكون أعلى فرق موجود على المحافظات اللي ليها زي الصحاري محافظات شمال. الصغرى خلال ساعات الليل بتوصل لتسع درجات وخلال ساعات النهار بتوصل لستة وعشرين درجة مئوية، فرق كبير جدا في درجات الحرارة. زي ما حضرتك أشرت بيصيب العديد من الناس نزلات البرد، لكن ربما على بداية أو على نهاية هذا الشهر الحالي هنبدأ درجات الحرارة فيها تماثل شيئا ما، هتكون درجات الحرارة لا تتجاوز ال 20 او ال 21 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ده بالنسبة للقاهرة الكبرى. وخلال ساعات الليل هتكون درجات الحرارة في حدود ال 12 الى 13 درجة مئوية. تمام دكتور محمود، معلش واعذرني ان انا دايما بسأل حضرتك في المداخلات على هذا السؤال، اهم الحاجات اللي تحبوا تقولوها ل المواطنين المصريين سواء كبار السن او الاطفال او يعني الستات والرجاله عشان الناس تاخد بالها مع يعني الحاجات اللي ياخدوا بقى سواء المسافرين المرتدين الطرق العاديه وسط المدينه، التحذيرات اللي بتركزوا عليها هذه الايام؟ الايام دي تحديدا بنركز طبعا على مساله الشبوره المائيه، ده التحذير الاول اللي بنركز عليه لانها في بعض الاحيان بتكون كثيفه. اليوم على سبيل المثال رصدت بعض محطاتنا مستويات رؤيه افقيه كانت اقل من 1000 متر وفي منها وصل لحوالي 500 متر، ودي طبعا بيبقى ضباب بيؤدي الى انعدام الرؤيه الافقيه تماما على الطرق. فنصايحنا بنوجهها للمواطنين خلال هذه الايام اللي مش مضطر انه يسافر او يتحرك خلال ساعات صباح الفجر على الطرق، يقدر ياجل ده بعد الساعه 8 او الساعه 9. اللي مضطر انه يتحرك طبعا اتباع تعليمات المرور والقياده بالقوه، تعليمات السلامه، في تنسيق كامل ما بيننا وبين الاداره العامه للمرور في اغلب الطرق. في بعض الطرق ممكن نلاقي الطرق اتقفلت نتيجه التنسيق مع الهيئه العامه للارصاد الجويه. كمان او بالنسبه لاصحاب الامراض التنفسيه نقدر نقول ان الفتره دي مفيش اثاره للرمال والاثرية بشكل كبير، فالوضع امن الى حد كبير.
لكن طبعا التحذير بالنسبه للاطفال من مساله الفرق الكبير ما بين درجات الحراره ثلاث ساعات الليل وثلاث ساعات النهار، خاصه مع حاله الدفء اللي بنشهدها الفتره دي، ان خلال ساعات النهار اجواء مشمسه ودافئه بشكل كبير بتنخفض درجات الحراره بمجرد غياب اشعه الشمس. خلي بالك كويس.